في إطار الجولة الثانية من الحوار الليبي الشامل، أشاد الممثل الخاص للأمين العام الأممي في ليبيا برناردينو ليون بدور الجزائر وتعاونها من أجل الوصول إلى هذه المرحلة لتسوية النزاع في ليبيا. اسمحوا لي أن أشكر الوزير مساهل وفريقه والجزائر على دعمهم وتعاونهم وتنسيقهم المكثف والثمين للبعثة الأممية، والتي من دونها لم يكن لمسار السلم أن يصل لهذه المرحلة. ونعتقد أننا على مقربة من حل سياسي للأزمة في ليبيا. أحمد جبريل وفي كلمته باسم الوفد الليبي ذكر بحرص الجزائر على حل الأزمة الليبية وانهاء الانقسام، مؤكدا على رغبة عموم الليبيين في الجنوح إلى السلم. نحن واثقون بأن هناك رغبة لدى عموم الليبيين لإنهاء هذه الأزمة والوصول البلاد إلى بر الأمان. أخيرا أتمنى أن تكلل هذه الجولة بالنجاح، وندفع وندعم المسار السياسي الرئيسي للوصول إلى توافق عام على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوافق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. حل الأزمة الليبية بيد الليبيين، هذا ما أبرزه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في كلمته، داعيا إياهم إلى توحيد الجهود للتصدي للإرهاب وتحقيق السلم والاستقرار. كما أننا نعتقد عدو ليبيا ليس الفرد الليبي، بل عدو ليبيا هو الإرهاب، بل عدو ليبيا هو عدم الاستقرار، بل عدو ليبيا هو أيضا الفوضى. كل هذه المعضلات يستجب التصدي لها بالوحدة والعزمة. الجولة هذه تأتي استكمالاً لمساعي البعثة الأممية في جمع كل الأطياف الليبية حول طاولة الحوار وحشد الدعم اللازم على جميع المستويات لإنجاح الحوار وإحلال الاستقرار في ليبيا.